اقسم لك بالله الا الدموع كيتيحوا ليا والجرحى هو الفجريه وكنشوف الدراري كيفاش كنفكر. حتى واحد ما سوال فينا حتى واحد. دابا الناس كينعسوا على برا بالليل ونهار. الناس خوفين بزاف. والله العظيم الا تحت السما باش كينعسوا الناس. كلشي محتاج الدياب ديال كلشي مشقوقين، المنطقه كلشي مشقوقه. جاو عندكم شي جمعيات؟ جاو عندكم زاروكم الناس ولا؟ لا يلاه خويا شفنا هذه دابا هاد الجمعية اللي شفنا الله يكثر خيرهم. الناس ديال الجبل راه تكرفسوا بزاف وراه كاين البرد كتخطف ثلاثة لمونت أربعة لمونت. السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، حاليا كنتواجدوا في تارودانت هاد الصباح هذا. الحمد لله كما كتشوفوا الشباب ديال المنطقة كلشي هاو يتعاون مع جميع سباقي الخير، والحمد لله هاد المنطقة هادي بزاف المناطق اللي ما كانوش يستافدوا الحمد لله قدروا يوفروا لهم بزاف ديال المآوي هنايا، منهم طار منهم الزيت منهم كلشي. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي ابراهيم وكل شيء كيتخير. صافي شوف اخي هذا موراها هذه موراها هذا هذا عمر سالم هذا باقي ما كاينش والو هذا كيعمل خواطو هذا العسل العسل بحال كيدخل هو اللي خصو يشوف انا كنشوف لك انا سير 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 السلام عليكم. بعدا كنشكركم والتحيه لجميع المسلمين الله يرحم الوالدين اللي ساهم معنا واللي ساهم مع هاد الناس اللي توفوا الله يرحمهم والله يصبر والديهم والله يرحم لكم الوالدين حتى نتوما والله يجزيكم بخير. هادشي راه جا من عند سيدي ربي ماشي من عند العبد، جا من عند سيدي ربي اللي جا من عند سيدي ربي مرحبا به. وخاي الحسن انا ما كنعرفكش ولكن تبارك الله على الشباب قالوا لي نسينا بعدا من ديك الناس اللي الدار والدار ديالك كامله طاحت. سيد نسقسك على الوليدات على مولات الدار. خليتهم غير في واحد النادر تما فين كيبعدوا والنهار فاش نهار السبت بيتهم في الكاميو. الكاميو ماشي ديالي غير خدام. غير خدام غير شيفو. دابا الدار ديالك كامله مشات كامله سري بس ما بقى عندك والو. بغيتي الفيديو عندي الفيديو انا نوريه لك. شوف حتى واحد ما سول فينا حتى واحد. يعني هذه اول جمعيه دابا اللي قرب صنعها. عندي جوج يتامى عندي جوج يتامى فين ندخلهم؟ ما عنديش فين ندخلهم ما عنديش فين ندخل ما عنديش شي واحد اللي سميتي اللي سول فيك يقول لك واحد شنو كاين ما كاينش. يعني الناس تما كتعاني. شدني داك الشيء في شي واحد الخلا اقسم لك بالله الا الدموع كيتيحوا ليا والجرحى هو فجريه وكنشوف دوك الدراري كيفاش كنفكر والناس كيحبسوني في الطريق قلت لهم قلت لا واحد غنمشي نشوف الدراري ومشيت لقيت الحلواني الحمد لله على كل حال. الحمد لله وشكرنا داكشي جا من عند سيدي ربي. نتمنى من الله عز وجل يعوضكم ما احسن ان شاء الله. الناس اللي توفوا لهم والديهم وولادهم الله يرحمهم الله يصبرهم. امين. السلام عليكم. السلام خويا. شنو المنطقة جيتو دابا؟ منطقة خويا جماعة تيمولاس. شحال بعيدة دابا على تارودانت؟ بعيدة على تارودانت تقريبا في شي 120 كيلومتر تقريبا. وتقدر توصل للناس المساكن تما كيفاش عايشين؟ والناس مكرفسين. ديار كاين اللي طاح كاين اللي مشقوق. دابا الناس كينعسوا على برا بالليل ونهار. الناس خوفين بزاف. يعني وكاين واخا اللي باقي له الديور ديالو تما ما كيدخلوش فيهم مشقوقه مشقوقه الناس خايفين بزاف. المهم الدار مشقوقه وداكشي داكشي اللي شايفين بلي راه الناس تخلعوا مزيان. فوقاش جيتو دابا نتوما؟ يلاه جينا يلاه جينا هذاك اللي مور هنا يمر الكاميون هذاك الشيء الله يطيب عليه ان شاء الله. قسما بالله الا تريح الدار كامله تحت الدار كامله دابا نتوما ان شاء الله دابا عمرتو الحمد لله. اي الحمد لله. فين واخا مشيو لعندو واخا. يعني الناس دابا قول لي محتاجين تما اللي محتاجين بزاف اللي محتاجين كلشي محتاج كلشي محتاج الديور كلشي مشقوقين المنطقه كلشي مشقوقه. جاو عندكم شي جمعيات؟ جاو عندكم زاروكم الناس ولا؟ لا يلاه خويا شفنا هذه دابا اللي شفنا هذه الجمعيه اللي شفنا الله يكثر خيرهم الله يكثر خيرهم الله يخلص لهم. ودابا ان شاء الله غادي تكون كافيين ديك الناس ديال المنطقه دابا شويه. المهم الا كانت شي حاجه شي مساعده اخرى احنا راه موجودين. دابا الناس راه مكرفسين كيباتوا على برا بالليل ونهار كياكلوا على برا. الناس خايفين ما كيدخلوش للدار. كاين مشكل كيبغي يدخل للدار كيخاف كيتراعد. الاسم ديك مول الكاميون اللي طاح حصلوا الدار سما مول الكاميون بهيج الحسن. بهيج الحسن الدار مسكين. شو عند بهيج الحسن راه طاح فيها الدار مسكين. وشوفوا كاع يشهر رجل الله احمدين راه كاينين دابا دواور شي 6 دواور عندنا تبارك الله شي 6 دواور هادشي ما يكفيناش
كامل واحد ما يكفيناش. حنا نتمنوا من الله عز وجل انتم تعاونوا. الله يخليك الوالدين. الله باقي ماشيين. الله يرحمكم. نتمنوا كل شيء. الله يرحم الوالدين، نتمنى كل شيء ان شاء الله يكون بخير وعلى خير. الله يخلصكم. امين. الله يخلص المحسنين. امين. الله يجازيهم بخير. ودابا تطلب الناس حاجه، الناس تبارك الله باقا ما جا من طنجه، شنو غادي تقول لهم مثلا؟ الحاجه اللي محتاجين فيها بزاف. الحاجه اللي محتاجين بزاف راه كاين فيه والمواد الغذائيه، المواد وسميتو ولكن الله يجزيكم بخير. من هذوك اللي خاصنا خويا. يعني مخيم من ذاك باش ينعسوا مساكين كينعسوا في الزنقه. والله العظيم الا تحت السماء باش كينعسوا الناس. هذاك الشيء اللي عطانا اخويا. فوقاش خرجتوا دابا باش وصلتوا لهنايا دابا؟ خرجنا اخويا من 5 الصباح. من 5 الصباح. ايه. فوقاش وصلتوا لهنايا؟ ما وصلنا هنا حتى للتسعيد. تبارك الله. دابا الحمد لله الامور دازت مزيانه. ايه. حتى الطريق راه مكرفصه بزاف. يجزيكم بخير. يعني الحمد لله الامور دازت مزيان. امين. وكنطلبوا سيدنا. وتطلب الناس شنو كطلب؟ كنطلبوا سيدنا حتى هو يتعاون معنا. يعني محتاجين بزاف. محتاجين بزاف. الناس ديال الجبر راه تكرفصوا بزاف. وراه كاين البرد كتخطب ثلاثة د المونت ربعة د المونت. ساكن. هذا الشيء اللي عطى الله اخويا. الناس محتاجين بزاف. الله يجازيك بخير اخويا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.